بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم الدرس الأول للصف الثاني الإعدادي في فرع النحو، وهو الإعراب والبناء. علشان نعرف يعني إيه معرب ومبني، لازم أبقى عارف إن المعرب المبني بينقسم إلى قسمين: المعرب المبني من الأسماء، والمعرب المبني من الأفعال. نبدأ الأول المعرب المبني من الأسماء. عشان أعرف يعني إيه معرب ويعني إيه مبني، تعالوا نبص في الأمثلة اللي معنا. نجح الطالب في الامتحان. كافأت الطالبة. سلمت على الطالب. نبص لكلمة الطالب، هنلاقي ان حركة الحرف الأخير او ضبط الحرف الأخير اتغير. طب اتغير ليه؟ بتغير موقع الكلمة من الإعراب. يعني اول مثال نجح الطالب، يبقى الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كافأت الطالبة، يبقى الطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سلمت على الطالب، يبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى احنا لاحظنا ان كلمة الطالب قدرت اغير ضبط الحرف الاخير بتغير الموقع الاعرابي للكلمة. طيب نبص على الامثلة التانية. نجح هذا الطالب. كافأت هذا الطالب. سلمت على هذا الطالب. نبص لكلمة هذا، الاسم الاشارة. اسم الإشارة في الجملة الأولانية نجح هذا الطالب، هلاقي إنه فاعل. طب ما الفاعل إحنا لسه قايلين مرفوع علامة رفعه الضمة. طب أنا قدرت أحط ضمة؟ ما قدرتش. يبقى شكل الكلمة أو الحرف الأخير في الكلمة لم يتغير، الحركة لم تتغير حركته. كافأت هذا الطالب، برضو مفعول به منصوب ما قدرتش أغير. سلمت على هذا الطالب، اسم مجرور ما قدرتش أغير. فبالتالي أنا هوصل لقاعدة مهمة جداً، الإعراب أو الاسم المعرب هو الاسم الذي يتغير ضبط آخره بتغير موقعه الإعرابي. أقدر أغير الحرف الأخير بتغير الموقع الإعرابي، ضبط الحرف الأخير. البناء أو الاسم المبني هو ثبوت ضبط آخر الكلمة مهما تغير موقعها الإعرابي. زي هذا في الجمل اللي احنا شفناها أو في الأمثلة اللي احنا شفناها، ما قدرناش نغيرها مرفوعة منصوبة مجرورة، شكلها أو آخر الكلمة لم يتغير لأنها اسم مبني. طيب طبعا بالنسبة للأسماء المعربة، هنلاقي أن الأصل في الأسماء الإعراب. عشان أقول أن الحاجة مرفوعة أو مجرور أو منصوبة، أعرف طبعا أنا طالع وعارف أن أنا عندي حاجة اسمها علامات أصلية وعلامات فرعية. إيه العلامات الأصلية؟ الضمة والفتحة والكسرة، ودي المفرد لجمع التكسير لجمع المؤنث في حالة الرفع والجر. طيب وعندي برضو في الاسم المعرب اسمها العلامات الفرعية. ايه العلامات الفرعية؟ الالف والواو والياء. مثنى جمع مذكر السالم، الاسماء الخمسة. انا بتكلم في الاسم. طيب بعد كده هشوف بقى ايه الاسماء المبنية التي لا يتغير شكل اخرها بتغير موقعها الاعرابي. الضمائر، احنا عارفين ان الضمائر سواء منفصلة او متصلة شكلها اخر الكلمة لا يتغير بتغير موقعها الاعرابي. اما اقول انا طالب، انا طالب، انا مبتدأ، ما اقدرش اقول مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ولكن كنت بقول ايه؟ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، لاني لا استطيع ان احط الضمة على اخره. يبقى الضمائر منفصلة او متصلة. يعني ايه منفصلة؟ الضمائر المنفصلة اللي هي الغائب والمخاطب والمتكلم، انا ونحن، انت وانت وانتما وانتم وانتن، هو وهي وهم وهما وهن. دي ضمائر منفصلة. المتصلة بكل أشكالها، سواء اتصلت باسم، اتصلت بفعل، اتصلت بحرف. زي ما أقول مثلا أكلت الطعام، يبقى التاء هنا ضمير مبني في محل رفع فعل. عرفنا يعني إيه كلمة مبني؟ يعني لا نستطيع أن نغير ضبط آخره مهما تغير موقعه من الإعراب. عشان كده كنا بنقول ضمير مبني في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. هذه أول حاجة في الأسماء المبنية، الضمائر. طيب تاني حاجة في الأسماء المبنية أسماء الإشارة: هذا، هذه، هؤلاء، ذلك، تلك، أولئك. طب فين هذان وهاتان؟ قال لي هذان وهاتان اسمان معربان يعربان إعراب المثنى. يعني إيه يعربان إعراب المثنى؟ يعني يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. أما أقول هذان طالبان، يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. أما أقول سلمت على هذين الطالبين، يبقى اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. يبقى هذان وهاتان لا تندرج تحت الأسماء المبنية من أسماء الإشارة. طيب تالت حاجة أسماء الموصولة: الذي، التي، الذين، اللاتي، اللائي، ما ومن. ما ومن الموصولتين. طيب بمعنى الذي،
فين اللذان واللتان؟ نفس اللي قلناه في هذان وهاتان بنقوله برضو في اللذان واللتان. دي اسماء معربة تعرب اعراب المثنى. طيب رابع حاجة اسماء الاستفهام، من، ما، متى، اين، كيف، كل دي اسماء مبنية ما عدا اي لا معربة. اسماء الشرط، متى، اين، ما، أين، مهما، اللي هي أدوات الشرط اللي بتجزم فعلين مضارعين وكنا واخدينها. من يذاكر ينجح، يبقى ده اسم شرط مبني، من يذاكر ينجح، خلاص دي الشرط. ستة، بعض الظروف، منذ، أمس، الآن. وطبعا الظرف بيبقى مبني على حركة آخر الحرف، يعني أقول منذ ظرف مبني على الضم. ليه؟ لأن آخر حرف أنا نطقته حركته الضم. أمس ظرف مبني على الكسر، الآن ظرف مبني على الفتح. دي كده بالنسبة للأسماء المبنية. يبقى أنا قلت الاسم المعرب هو الاسم الذي يتغير ضبط آخره بتغير موقعه من الإعراب. الاسم المبني دوت الاسم الذي يثبت ضبط آخره مهما تغير موقعه في الجملة، موقعه الإعرابي في الجملة. وعرفنا الأسماء المبنية وعرفنا العلامات الأصلية والفرعية للاسم المعرب. طيب كده نشوف تدريب ونشوف هنعمل فيه إيه. بين نوع علامة الإعراب فيما تحته خط، ونشوف الجملة الأولانية، مصر هبة النيل. طب أنا عايزة العلامة الإعرابية، يعني مصر دي العلامة الإعراب فيها إيه؟ قال لي علامة الإعراب هنا الضمة، لأنها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب ما تيجوا نشوف إن التلميذين نشيطان. التلميذين دي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، دي العلامات الفرعية. نشيطان خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف. نشوف الجملة اللي بعد كده، أصبح المهندسون بارعين. المهندسون اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الواو، بارعين خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء. ده بيبقى للتدريب ده تعتب. تعالوا نشوف التدريب التاني، عين الاسم المبني وبين نوعه في الجمل الآتية. الاسم المبني أنتم مجتهدون في عملكم، طبعا هقدر ياخد أنتم لأنها ضمير منفصل، وهقدر أخد عملكم أخدكم لأنها ضمير متصل. أجلس حيث تجلس، حيث لأنه ظرف من الظروف المبنية. من يسعى في الخير ينجح، من لأنها اسم شرط. أديت الصلوات المفروضة، أديت هاخد التاء تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل.